معانا سفير محمد حجازي، مساعد وزير خارجية الأسبق لشؤون الأفريقية. سعادة السفير محمد حجازي، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. كيف تابعت الجلسة الختامية النهاردة ونحن بانتظار، بالمناسبة بانتظار المؤتمر الصحفي الذي سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيجيب على أسئلة الصحفيين النهاردة في ختام هذه الدورة؟ يعني أظن السيد الرئيس في كلمته الختامية جمع كل طموحات وآمال وشرح كل التحديات وطرق التعامل معه، فكانت كلمة شاملة لكل ما نقش خلال القمة، وعرض فيها أيضا لرؤيته التي شرحها تفصيلا لمسار الرئاسة المصرية وأجندة العمل الإفريقي المشترك. أكد الرئيس في كلمتيه معا على أهمية يا أستاذ عمرو الإصلاح المؤسسي، هذا الجهد الذي بذلت فيه الرئاسة الرواندية للرئيس بول كاجامي جهدا كبيرا سيواصله السيد الرئيس. النقطة الهامة والمحورية وكانت أحد المحاور الثلاث الأولى التي تأكد عليها السيد الرئيس، وهي الاندماج الإقليمي والبنى التحتية، لأنه لا تنمية ترتجع بدون وجود بنى تحتية فاعلة. إضافة لذلك يعني كان حديث الرئيس عن الإسراع بتنفيذ المنطقة التجارية الإفريقية الواحدة أو القارية، يعني منطقة التجارة الحرة الإفريقية هو هدف هام جدا لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، بالإضافة لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة له لمزيد من الاستقرار الآمن في قارته. وإضافة إلى ذلك كانت موضوعات السلم والأمن وإسكات البنادق 2020 هدف الاتحاد الإفريقي هو من الأهداف الرئيسية التي حددتها الرئاسة المصرية وستكون مسار للعمل، وتساهم مصر بخبراتها وبجهدها يا أستاذ عمرو في تحقيق هذه المبادرة التي تعني ضرورة تخلص إفريقيا في 2020 من كل النزاعات المسلحة. وطبعا حضرتك لو تابعنا ما يدور على الساحة الإفريقية خلال الأشهر الماضية لوجدنا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية يقف على رأسها اتفاق السلام المنتظر في وسط إفريقيا، وسيوقع اتفاق السلام في العاصمة بنجي قريبا، اتفاق السلام بين الأشقاء في جنوب السودان ريك ماشار زعيم المعارضة والرئيس سيلفا كير، هناك أيضا الاتفاق التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا الذي قاده السيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وهناك أيضا استقرار واحدة من أهم وأكبر دول القارة الكونغو الديمقراطية بعد انتخاب الرئيس تشيسكيدي، والذي التقاه السيد الرئيس في أول لقاءاته لدى وصوله للعاصمة الإثيوبية، بعد أن أيضا التقى بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. والسيد الرئيس أيضا أوضح أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب، وهي الرؤية التي يكررها سيادتي دائما، رؤية تستند إلى محاصرة منابع الإرهاب ومموليه ومسانديه، ولكن الوقوف بشكل جماعي ضده. وأنا أظن أن مشاركة السيد الرئيس في مؤتمر ميونخ للأمن القادمة ستكون فرصة أيضا لإظهار هذا الموقف المتكامل، وعلى مجتمع المعلوماتية والمخابراتية والسياسية والتنموية اللي هيجتمع في ميونخ يمكن أن يستمع لنفس الرسالة الهامة جدا. وأكد السيد الرئيس أهمية الاستثمار في تحقيق الأمن، الاستثمار في القضاء على الإرهاب، لأن ده استثمار حقيقي، علاوة طبعا على بناء علاقة مع الشركاء تحملهم مسؤولية تنمية القارة حتى تتصدى للإرهاب، حتى تتاح الفرص لتقف ضد الهجرة غير الشرعية. وكذلك يعني من المحاور الهامة المحور الثقافي والحضاري والاهتمام بالمرأة وبالشباب وتمكينهم في أوطانهم. ويمكن احنا كنا بنتكلم عن الرسائل التي يعني تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي في كلمته الختامية، معالي السفير، لما طلب بإصلاح منظومة مجلس الأمن الدولي ورفع الظلم عن الدول الأفريقية، يعني كيف قرأت هذه الرسالة بالذات؟ هي طبعا رسالة ثابتة في أدبيات السياسة الخارجية المصرية
مجلس الأمن الدولي والمنظومة الدولية يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية تمثيل 55 دولة إفريقية، وهناك يعني موقف إفريقي موحد في إعلان إيزلويني اللي تضمنت الإشارة إليه كلمة السيد الرئيس. عملية إصلاح مجلس الأمن يجب أن تضع المصالح الإفريقية وفقا للموقف الإفريقي الموحد، وأن يتسع مجلس الأمن لصوت إفريقيا. وأعتقد أن المستقبل سيحمل هذا الإيمان بدور إفريقيا، سواء كنا نتحدث عن مجلس الأمن أو آليات العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي اللي أكد عليها الرئيس في لقائه بأنتونيو غوتيريس في اليوم الأول لوصول العاصمة الإثيوبية وسكرتير عام طبعا الأمم المتحدة. نعم سعادة السفير، يمكن أيضا من ضمن النظرة الشاملة لهذه الكلمة اللي ألقاها الرئيس، يعني فهمنا أنه ده هيكون خطة العمل للرئيس السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي خلال العام 2019 اللي بتترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي. العمل على الساحة الدبلوماسية الأفريقية ليس جديدا على الرئيس السيسي، لأنه منذ أن تولى السلطة وحتى الآن يولي اهتمام كبير جدا بالعمل على تلك الساحة. وطبعا حضرتك يعني أكتر مني يعني تابعت عشرات الزيارات التي قادت الرئيس السيسي إلى عواصم ومدن أفريقية عديدة. كيف تنظر إلى هذا العام؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ عمرو، الرئاسة المصرية هي تتويج لهذا الجهد المتصل على مدار 4 سنوات عدد في دبلوماسية القمة للعب دورها المنشود. فنحن أمام قارة الحكماء، قارة رؤساء الدول الذين يستطيعون معا حل الكثير من المشاكل. يعني أنت تنظر لقمة السيد الرئيس مع الرئيس السوداني والرئيس الإثيوبي، نحتاج دائما على المستوى الدبلوماسي والمستوى الفني نصائح الرؤساء وتوجيهاتهم حتى يتم الاتفاق على الإطار العام الذي تدور فيه المفاوضات الفنية فيما يتعلق على سبيل المثال بملف سد النهضة. وإذا ما نظرنا للزيارات المتكررة والحضور الدبلوماسي الرفيع على الساحة الدولية في مجلس الأمن مثلنا إفريقيا لمدة عامين، في مجموعة 77 والصين حتى العام الماضي كنا رؤساء هذه المجموعة أو التكتل ل 134 دولة، نتحدث في قمة المناخ أيضا وفي اتفاقية باريس باسم إفريقيا، نشارك في قمم مجموعة 20 باسم إفريقيا، وبكل هذه المشاركات كانت مصر مؤهلة لقيادة العمل الإفريقي المشترك لمدة عام تقدم خلاله خبراتها وتضع لبنة إضافة للبنة التي وضعها الرئيس الرواندي بول كاجامي في رئاسته المنتهية. ويقدم الرئيس خلال هذا العام خبراته وخبرات الدبلوماسية المصرية لتستكمل جنوب إفريقيا في العام القادم حتى نستكمل مسار 2063 إفريقيا الواحدة المستقرة الآمنة. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي والشافي الدكتور محمد حجازي سعادة السفير مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الأفريقية.